السلام عليكم اصدقائي طيبين غزالة جولي، ان شاء الله تكونوا على خير. لقاكم هذا الفيديو نتوما في افضل الاحوال. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا على الشاشه غادي نهضروا على لي زيد او ديمارش ادمنستراتيف، بمعنى الناس اللي عندهم اشكاليه في انهم يديروا هذوك الاجراءات ديالهم الاداريه بوحدهم ومحتاجين واحد الدعم على بركه الله. دونك اول حاجه غنهضروا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو هو انواع الدعم المختلفه المتاحه، يعني لو تيب ديال الاكومبانيمون اللي ديسپونبل تقدروا انكم تستخدموا او لا تبينيفيسيو منه. دونك هنا كيف ما تشوفوا راه دايره لكم طبيعه الحال بالفرنسيه، وهنايا في المقابل بالعربيه، لكم واسع النظر كل واحد يقرا باش ما بغى. دونك بالنسبه لي انا غادي نبدا على بركه الله عندكم النقطه الاولى اللي هي مهمه، اللي هو الاكومبانيمون اون بريزونسيال، بمعنى ان كتمشي انت برجليك اختي او اخويا لواحد المركز اللي كتحصل فيه على داك الدعم وداك المساعده ادمنستراتيف وداك الاكومبانيمون باش تعمر الوثائق ديالك او دير الاجراءات ديالك سوغ انترنيت. لا قدر الله الا ما عندكش حتى الحاسوب ولا لامبريمونت راهم، ولا ما كنتيش اصلا تتعرف او لا كتعرفي تخدمي بالانترنيت، راهم تيوريوك. دونك هذه هي اول نقطه. النقطه الثانيه هي اد ادوميسيل، اللي هي واضحه كنظن للجميع، المساعده المنزليه اللي هما كيديبلاصاو تيجيو حتى لعندك. شريطه ان خاص تكون عندك يا اعاقه، يا تكون انسان كبير بزاف في العمر وعندك مانع انك ما تقدرش ديبلاصا بوحدك. دونك هادي حنا ما كتعنيناش، انا اللي كيعنيونا بزاف راه مدير عليهم مستر عليهم طبيعه الحال و اونكادري بالاصفر. دونك النقطه الثالثه هي لو سوتيان نوميريك اللي هضرت لكم عليه، بمعنى انه تيكونوا ورشات يعني دي زاتولي اللي تيكون فيهم طبيعه الحال حواسيب، تتكون طبيعه الحال انترنت، وتيكونوا طبيعه الحال دي امبريمونت باش كتامبريمي ولا كتسكانيو الامور ديالكم الوثائق ديالكم داكشي اللي محتاجين. دونك هادو هما ما يسمى لو سوتيان نوميريك. ندوزو المنظمات المتخصصه للمساعده الاداريه، يعني كاينين واحد مجموعه ديال لي زورغانيزم اللي تيساعدوكم و تيوقفوا معاكم وكيوريوكم ويقدروا حتى يعمروا لكم الوثائق. دونك النقطه الاولى اللي هي مهم يعني معلومه، مي انا غنركز لكم على المهم. دونك هنا النقطه الاولى هما لي سونتر كوميونو داكسيون سوسيال اللي معروفين بالسي سي ا اس. هادو انا دزت منهم صراحه نسبه للطلب ديال اللوجمون، يعني مشينا عندهم انا وزوج ديالي، عطاونا لائحه الوثائق اللي خاصنا نجمعو باش نديرو داك الطلب ديال داك اللوجمون. جمعنا كلشي ديناه ليهم، ما درنا حتى حاجه من غير اننا جمعنا لهم هذوك الوثائق. هما عمرو لي فورمولير، هما عمرو سميو الكنيه، هما عمرو كلشي كلشي من خلال داك لي فوتوكوبي ديال لي كارت والوثائق اللي وفرنا لهم، يعني هما ساعدونا باش نديرو هذاك الطلب ديال اللوجمون، هما تكلفو كلشي من ا حتى لزد. دونك هادو سو سون لي سي سي ا اس. نسبه للنقطه الثانيه واللي هي مهمه بزاف نسبه لكم خصكم تعقلوا عليها، هما لي بوين دافورماسيون ميدياتيون ملتي سيرفيس اللي هما لي بيمس. هادو لي بيمس راه تيكونوا في مختلف لي كومون، مختلف المدن. هادو لي بيمس انا كنصحكم قلبوا على اقرب غنسميها انا ربما ماشي هيكل، ما هو نوع من اداره. فهاد لي بيمس مثلا كتبوا بيمس اراس، بيمس ناربون، بيمس جو سي با كو على حسب لا كومون ديالكم، وغتلقاوهم راه حتى هما تيساعدوا على مختلف الاجراءات والخدمات الاداريه. الناس اللي ما تيعرفوش حتى هما تيوريوكم كيفاش حتى تخدموا بالحواسيب، عندهم لي زامبريمونط، عندهم لي زورديناتور، عندهم الانترنت، عندهم لي سكانير، وبيان سور كيساعدوكم في الاجراءات ديالكم الاداريه. وطبيعه الحال تتكون الخدمه اللي هي مجانيه، هادشي كله خدمات مجانيه، راه ما كتخلصوا على هادشي حتى شي حاجه. نقطه ثالثه لي سيرفيس سوسيو ديبارتمونتو، كيف ما تعرفوا هادو عندهم علاقه بكاع الخدمات الاجتماعيه، لي زالوكاسيون فاميليال، لا سانتي، لوجمون، لا كاف، سي بي ا ام الى ما غير ذلك. كنظن انه واضح بلا ما نكثر بزاف الهضره. وانا اللي بغيتكم تركزوا 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 عليه بزاف نسبه للناس اللي عندهم مشكل وما تيقدروش يعمروا الوثائق بوحدهم وتيغلطوا وتيخافوا، ما عندهمش مع الفرنسي بزاف وما تيعرفوش، محتاجين مساعده ومحتاجين الناس اللي هما يعمروا في بلاصتهم. فاول نقطه غنهضروا عليها هي لاميري،
من هادشي كله اللي شرحت لكم خاصكم تركزوا ليا على جوج الحوايج، عندكم لا ميري وهذوك لي بيمس. دونك نسبه مثلا المدينه اللي انا فيها لا كوميون ديالي، انا لا ميري راه كيقترحوا علينا، عندهم في وسط لا ميري كاين واحد لو بيرو خاص بالمساعده او لاكومبانيمون ادمنستراتيف، بمعنى انهم تيعمروا معاك لي فورمولير. مثلا خاصك تكتب واحد لا ليتر ريكوموندي هما تيكتبوها لك، خاصك واحد الورقه تامبريميها يكتبوها لك هما، مثلا شي حاجه جو سي با شي شهاده ولا شي حاجه هما تيكتبوها لك وكي امبريميها وتعطيوها لك هذيك الساعه. طبيعه الحال خدمه مجانيه كما العاده، هاد الخدمات كلها كنعاود نقولها راه سي غراتوي. لا ميري هي اول مكان تلجؤوا ليه اصدقائي الطيبين اللي ما تعرفوش يعملوا الوثائق واللي محتاجين مساعده اداريه. لا ميري هي اول مكان. ثم عندكم هاد لي ميزون ديال السيرفيس بوبليك ما يسمى ام اس بي، اللي حاليا ولاو كيتسموا فرانس سيرفيس. طبيعه الحال هما سي دي ميزون دو بروكسيميتي، يعني تنقولوا حنا مراكز القرب، اللي حتى هما فيهم نفس الخدمات نفس المساعده، ويعني تساعدكم كذلك في مختلف الاجراءات ديالكم الاداريه، سواء عندها علاقه بلاكاف، بول امبلوا، سي بي ام، يعني البيرمي الى ما غير ذلك. منتهى البساطه كنظن انه واضح لكم، يعني سي اكسي اتو بوبليك ما يسمى اسباس فرانس سيرفيس. كان سابقا كيتسموا لي ميزون دو سيرفيس بوبليك، راه غتلقاوهم سير انترنيت الا قلبتوا في جوجل، ولو كيتسموا دابا فرانس سيرفيس راه فحال فحال ما كاينش الفرق. فرانس سيرفيس راه هما لي ميزون سيرفيس بوبليك لا ميم شوز. نسبه لي بيمس فانا كنصر على هاد الهيكل ديال بيمس او اداره بيمس او مركز بيمس او سميوه كيف ما نتوما بغيتو، كيف ما كتشوفوا هنايا راه هو هذا، هادو هما لي بيمس. تتلقاو فيه الناس خدامين في ادارات كيساعدوكم تيوريكم، وعندهم علاقه كيف ما تشوفوا بفرانس سيرفيس، يعني الاجراءات ديالكم تساعدكم فيها، تيوريوكم تنصحوكم تيوجهوكم تيرشدوكم، ولا تعذر عليهم هما الامر راه هما غيعرفوا فين غيوجهوكم. منتهى البساطه، وكيف ما تنقول لكم كيبقى ان سيرفيس اللي هو غراتوي فابور. دونك تمركزوا لي على لا ميري، النقطه الاولى لا ميري للمساعده باش تعملوا الوثائق ديالكم الاداريه وديروا الاجراءات ديالكم. مثلا كنتي ما كتعرفش اختي ولا ما كتعرفش اخويا تعمر، وسورتو هادو ديال لي بيمس ميدياسيون، حتى هما تاني حاجه تركزوا عليها. الا ما كانش لا ميري يكونوا لي بيمس. لي بيمس راه فيهم لي زورديناتور، انترنيت، امبريمونت، سكانير، واسيستانس كيف ما قلت لكم ادمنستراتيف، وفيه توجيه. هنايا واحد المثال ديال هاد لا ميري ديال ناربون، وهاد المدينه ديال ناربون راه واحد السيده اللي كانت صيفطات ليا وفكرتني في هاد الموضوع شحال هادي، غير ما كانش عندي الوقت باش نهضر على الموضوع. دونك كنتمنى ان شاء الله تكون الامور ديالها طيبه حتى هي، والله يستر ان شاء الله الجميع اللي عنده شي اجراء الله يستر ليه فيه. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا هذا راه ديال مدينه ناربون، هذا راه ستام بي دي اف، يعني اون بروشور ميري دو ناربون. كيف ما تتشوفوا ما جبتهاش من عندي، هذه راه كاينه موجوده قانونيا، ماشي ديالي، ديال لا ميري ديال ناربون هما اللي حاطينها. اكومبانياتور ادمنستراتيف كومون، كتعيطوا ليهم وكتسولوا على ريوسكم، يعني ضروري لا ميري كتعيطوا كتسولوا، الا كتمشيو كتوقفوا برجلكم وكتسولوا على المساعده الاداريه تو سامبلومون، باش يعمروا معكم الوثائق ويعني يرفضوكم. طبعا الحال هنا راه عطاو العناوين الى ما غير ذلك، كيعطيو التوقيت كذلك، وتعطيو الاسماء ديال الناس اللي مكلفين بهذا لاكومبانيمون ادمنستراتيف. هنا كتشوفوا راه كاينين جوج اسماء اللي هي اسماء عربيه، يعني راه تيكونوا حتى العرب حتى هما تيكونوا بيان سور تبارك الله حتى هما شادين البلاصه ديالهم في لاميري. و لي ميزون دو بروكسيميتي اللي هضرنا عليهم، لي زيسباس ديال فرانس سيرفيس هما لي ميزون دو بروكسيميتي، حتى هما تيعطيو العناوين ديالهم. Combien ça coûte? Kif ma je chofo maaya, alors c'est des démarches qui sont gratuites. Gratuit. Yani ma katkhalsou t chi haja. Kisharhou lekoum chkoun les accompagnateurs, yani chkoun houma matalan houma nas wakala li mdarbin ala hadch chi w li ti tiwajhoukoum w tisaadoukoum f l'ijraat dialkoum l'idariya. Mta al basata. Donc hna les missions.
مثلا هاد لاميري ديال ناربون اشنو دايرين؟ الناس اللي عندهم لي ديت سور انديتمون تيساعدوهم، تيوريهم اش يديرو، لا سيكوريتي سوسيال حتى هما، كل ما يتعلق باللوجمون، لا روتريت، لا كاف. هنايا مثلا الناس اللي ام دي بي اش، هما لي ميزون ديبارتمونتال ديال لي بيرسون لي هانديكابي، هما تيساعدوهم في الاجراءات ديالهم. وحنا غنجيو هنا للمعقول اللي هما لي دغوا دي زيترونجي، ني هما حنا لي دغوا دي زيترونجي، دوكيمون سيركولاسيون حتى بور لي مينور، ولا لي تيتر دو سيجور بصفه عامه، وغروبمون فاميليال، ناتوراليزاسيون، بريز دو رونديفو ان بريفيكتور. يعني هادشي حتى هو داخل فواحد الخدمه اللي كاينه في قلب لي ميري، راه كاع لي ميري ديال مختلف لي كومون كيكون فيهم هاد الخدمات. راه حتى انا هنا عندي في لا كومون ديالي لا ميري فيها هاد الخدمه، باش نكونوا واضحين. دونك نتوما كتسولوا لا ميري كاول بلاصه كتقصدوها، كتسولوا لا ميري. من بعد الا ما كانش لا ميري راه كتشوفوا لي بيمس. هاد لي بيمس راه حتى هما شامله، كيجمعوا كاع الخدمات، كاع الخدمات تجمعوهم عندهم في هاد لي بيمس. اي خدمه عندها علاقه بفرونس سيرفيس تجمعوها عندهم. وبيان سور هنا كيقولوا لكم اكومبانيمون، طبيعه الحال ادمنستراتيف ديال ديكلاراسيون دامبو مثلا، حتى لي زيت جوريديك، لا دوموند داكت ناسونس الى ما غير ذلك، لا ديس ناس اللي ما تيعرفوش، اتيستاسيون داكوي ناس اللي باغينها، ريكور ادمنستراتيف ديفير اتسيتيرا اتسيتيرا الى ما غير ذلك. وكنتمنى ان شاء الله يكون الشرح ديالي واضح وبسيط ومفهوم. دونك منتهى البساطة، أنا غنعاود نلخص لكم هادشي كامل في جوج الحوايج. ركزوا لي على لا ميري ديال لا كومون ديالكم للمساعدة في إجراء الخدمات ديالكم الإدارية، أو لتعمروا الوثائق أو لما غير ذلك. يعني ركزوا على لا ميري، ركزوا على لي ميزون دو بروكسيميتي اللي هما لي زيسباس ديال فرونس سيرفيس. تقدروا تقلبوا غير في جوجل راه كتلقاوهم، ماشي مشكل. وعلى هاد لي بيمس تكتبوها في حلقة في جوجل، كتكتبوا بيمس مثلا بيمس اراس، تعطوكم العنوان فين كاينين، كتمشيو عندهم. بعدا واحد الحاجه قبل ما كتمشيو، كتاخذوا ان رونديفو، ضروري تاخذوا الرونديفو، ضروري تعيطوا باغ تليفون وتقولوا لهم اشنو، وتطولوا على نفسكم عاد داك الساعه يعطوكم الرونديفو باش تجيو باش يتكلفوا بكم. هادشي اللي كاين الغزاله ديالي اصدقائي الطيبين. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف، وتكون ان شاء الله كانت على الاستفاده. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو مع باقي الاصدقاء عامه حتى يستفيد الجميع باذن الله. واللي عنده شي سؤال، واللي عنده مثلا شي اضافه، بغى يزيد شي اضافه باش يساعد الناس اللي عندهم اشكال بزاف باش انهم يديروا الاجراءات ديالهم الاداريه، سواء سوغ انترنيت ولا غير باش يعمر واحد الوثيقه، راه كاين لي بيمس اللي هما هادو، كاينه لا ميري، كاين هاد لي زيسباس فرونس سيرفيس اللي هما لي ميزون دو بروكسيميتي الى ما غير ذلك. يعني عندكم بزاف الوجهات فين تتجهوا باش تحصلوا على المساعده. طبيعه الحال راه كاين اليوتيوب، الناس اللي عندهم شويه الفرونسي راه كاين اليوتيوب في الخدمه للجميع، ماشي غير لاشين ديالي. راه تبارك الله راه يوتيوب راه عامر بلي فيديو اللي تيشرحوا، ماشي ضروري لاشين ديالي، راه كاينين اصدقاء اخرين وكاينين ناس اخرين اللي تيشرحوا حتى هما بالطريقه ديالهم. وهادشي اللي كاين نظره ديالي اصدقائي طيبين. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ونلقاكم على خير، والله يسر الجميع باذن الله. واكيد وكما العاده ما تنساوش انكم الى كنتو جداد مرحبا بكم شاركوا عندي في القناه، ولا كنتو ديجا عندي كنشكركم على المتابعه ديالكم الدائمه، الدعم ديالكم المتواصل. ما تنساوش انكم تستمروا في الدعم ديالي طبيعه الحال باللايكات والتعليقات الطيبه، وبارطاجوا الفيديوهات حتى تعم الفائده على الجميع. خليتكم في رعايه الله وفي حفظه، مع السلامه، والله يسر الجميع باذن الله.